بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إما خص الله به شهر رمضان المبارك أنه تصفد فيه الشياطين، فلا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه في غيره من الشر والفتنة للناس، وهذا من فضل الله عز وجل من أجل أن تتاح الفرصة لعباد الله الصالحين في أن يجتهدوا في طاعة الله، لأن عدوهم أسر وصفد عنهم. وكذلك رمضان كما جاء يتصفد فيه الشياطين وتغل، وذلك من فضل الله عز وجل، وإنما تصفد عن الأتقياء وعن الصالحين. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن يحمدوا الله أنه أتاح لهم الفرصة، فتح لهم أبواب الجنان وأغلق عنهم أبواب النيران وصفد عنهم الشيطان، أتاح لهم الفرصة لذكره وعبادته والإعداد لأنفسهم ما يجدونه عند الله من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. فهذه نعم من الله في شهر رمضان، من أعظمها أن الله يصفد فيه الشياطين فلا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه في غيره، لأن الشيطان يصد الإنسان عن ذكر الله ويثبطه عن طاعة الله ويملي له في الشر. فهذا في رمضان، والحمد لله بالنسبة للمؤمنين يفتقد ويخلو لهم الجو لطاعة الله عز وجل، و تفتح لهم أبواب الجنان لأجل العمل لهذه الأبواب، لأن الأبواب الجنة على قدر الأعمال، كل باب باسم من الأعمال، باب الصيام وأبواب بعدد أنواع الطاعات، كل يدخل من الباب الذي أعد له من العمل الصالح. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أن هذه الأبواب منها باب للصيام وباب للقرآن وباب إلى آخره، قال ليس على المؤمن غضاضة أن يدخل من أيها دخل، لكن هل هناك من يدعى من الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم لكثرة أعماله رضي الله تعالى عنه. فأبواب الجنان تفتح للأعمال الصالحة، فأنت مدعو لأن تدخل هذه الأبواب المفتوحة بالطاعات والعمل الصالح والخير والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. لو أن عرضا من أعراض الدنيا فتح له باب، قيل المكان الفلاني محل لتوزيع الأموال وتوزيع الجوائز، لرأيت الناس يتسابقون إليه ويتدافعون حوله، فكيف تفتح لهم أبواب الجنان ولا يتدافعون إليها ولا ينتبهون لها؟ هذه خسارة عظيمة. فلذلك يجب على المسلم أن يتنبه في هذا الشهر، لا سيما وأن الله أغلق عنه أبواب النار وفتح له أبواب الجنة وصفد عدوه الذي كان يدعوه إلى النار ويأمره بالفحشاء والمنكر، الله صفده عنه ليتفرغ لطاعة الله والإقبال على الله. وهذا من فضل الله عز وجل ومن بركات هذا الشهر المبارك، فعلينا أن نتنبه لذلك ونحرص على أن نقدم لأنفسنا ما يسر الله لنا ونداوم على ذلك. ما هو العبادة في رمضان خاصة، بل في جميع الوقت، ولكن في رمضان زيادة فضل
وزيادة خير فهو فرصة كل سنة يتكرر على المسلمين، وهو الشهر التاسع من شهور السنة الاثني عشر، فعلى المسلم أنه يعد لهذا الشهر عدته ويحتسب أجره وثوابه عند الله عز وجل، ليله قيام ونهاره صيام وتلاوة للقرآن ولذكر الله عز وجل، ولا يضيع هذا بالغفلة والنوم والمجالس المفلسة والاستراحات الشاغلة عن ذكر الله والتي يكثر فيها القيل والقال والغفلة مع الغافلين. نسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته ومرضاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.